ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا أستاذة. أهلا بيك. لو تفضل. سمحت يا شيخ، أنا ولدي قال لي متضايق يوم ما عارفش أذاكر، رحت نمت. طيب سامعني يا شيخ؟ ابنك قال لك مش عارف أذاكر. أيوة نمت رأيت يعني رؤية. نعم. لقيته إيه بصيت في ودانه كده، لقيت ديدان ديدان لما تطلع من ودانه. نعم. ديدان كثيرة يعني. نعم. عنده كم سنة؟ عنده كم سنة يا أم أحمد؟ لا في آخر السنة في الكلية. بسم الله ما شاء الله. خروج أذى إن شاء الله تعالى، في أذى سوف يخرج منه، وهو محتاج برضو إن حضرتك يعني ترقيه، واخد بقى حضرتك؟ ارقيه. حضرتك حط إيدك كده عزاك الله على رأسي واقرأي عليه الأم بركة. أول ما هتقول هتقولي كلام من القلب. من القلب. آه. لو سمحت يعني فضالي. اقول على طول بهدري باني بعرف المنام اني بشرب سدائر. مين؟ هو بيقول بشرب سدائر بعرف المنام. هم عزاك الله التدخين في المنام هم. هم نسأل الله تعالى ان يبعد عنا الهموم. ممكن يكون موضوع الكلية واخر سنة شغله مهموم بيه، فيشد حيله ويذاكر، يحذر يهتم عشان ربنا يكرمه ووفقه بإذن الله بمشيئة الله ويفرش كربه. تمام يا أستاذة؟ لكن أعزك الله خروج الديدان من الأذن خروج هم بإذن الله وذهاب أذى بمشيئة الله، وهو محتاج رقية. حضرتك حط إيدك كده على رأسه واقرأ عليه قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، قولي بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك عليه 3 مرات. الأم بركة يا جماعة، بركة. ده مجرد بس ما تحط إيدها كده على ابنها بس، حتى لو ما قالتش حاجة، لو في هم في أي حاجة هيمشي هيمشي. ليه إحنا مقصرين في حق أولادنا؟ يعني لازم نرقي من أولادنا حتى لو كان راجل كبير. حسيت انه مهموم متضايق في حاجه، ارقيه، انا امه فيها بركه وكلامك هيطلع من القلب فهيأثر.